برأيك أليه الفنانة اللبنانية بتستحق الدعم أكتر؟ سيرينا شوفي. نايس. أكتر دور نافر كان لابق لإلك بالتمثيل بتعتبريه؟ هو كان مسرحيا بنت الجبل، بس تلفزيونيا بعد حاسة بعد ما انعرض علي الدور اللي بيبرزني مزبوط. إذا كنت من لجنة حكم تكريم لمرأة العام، امرأة العام عفوا، مين بترشحي هيدا اللقب؟ رندا كعدة. ليه اخترتيها؟ مش معقول. لأنه مش معقول شو رائعة هالإنسانة، عم بحضر لها كذا مسلسل وهون بتعرف شطارة الممثل، إنها قدرت تنسيك شخصية وقت اللي أنت عم تحضرها بشخصية تانية، وهيدا شيء كتير قليل عم بيصير، في ممثلين بتحس عم بيكرروا حالهم، هي لا. حضرتيها بالموت؟ إيه طبعاً حضرتها وعم بحضرها بثمن كمان، رائعة رائعة. سينما هردبشت كمان. بعد ما صار لي أحضر الفيلم بس سمعت كتير أصداء حلوة، بدي أروح أحضر. لازم نحضره. كم شخصية عندك؟ اوف كثير. انا وشخصيتي المتعدده. اكثر شخصيه ظاهره شو هي؟ الخوطه. الخوطه الواضحه يا قصدي. طيب شركه انتاج دراميه ولا مره تواصلت معك وعبالك انك تتعاوني معهم، يمكن بموفي او يمكن سيري؟ ايجل فيلمز. كيف علاقتك انت وماجي بغصن جمال سنة؟ كثير كثير بحبهم وبحترمهم، بس ولا مره اشتغلنا سوا، يعني ولا مره اشتغلت مع ايجل فيلمز. واو حلوه تكون في يعني دور رائع لقالين. يا ريت. قد ايه معك مصاري؟ مخصصك. ايه بعرف انه مخصصك. ايه شكله كثير كثار، هو اللي بيقول مخصصك يعني معناتها شو؟ يعني في كثير كثر خير الله. بسرعه انا جاوبت. 100% ما بصيب بالعين، بس بتأمني بصيبة العين؟ صرت ايه مؤخرا صرت مع الوقت الواحد بيكتشف القصص بتصير الصيبة. طيب اكثر ساعة بالنهار بتحبيها؟ بحب كثير بعد الظهر لانه ساعة رواق بعتبرها، لانه انا حياتي ضجة وعجقة وخف او ركض بركض، بعد الظهر دائما عندي بين الاربعة والخمسة هيك بروق شوي. يعني نايت بيرسون ولا مورنينج؟ ايه انا ايم نايت بيرسون بيج تايم، نوت ا مورنينج بيرسون، مع انه انا بوعى كثير بكير غصب عني. اوكي. كلمة بتعصبك؟ طول بالك. شو هالكلمة؟ أو يا حدا يقول لك علي خاصة بيقولوا لك يا بالوقت اللي أنت مش بحاجة تسمعها، يلا ماشي الحال طول بالك. بيعلى الشارج زيادة. كلمة قالت لك إياها أو جملة سيدة فيروز من بعد وفاة والدتك سلوى القطريب وبعدها هيك بتعني لك، يعني بتفكري فيها على طول؟ بيعني لي كثير اتصالها اليومي، كان بيعني لي كثير إنه طمنيني حبيبتي وان شاء الله خير وصلواتها وكيف تتمنى لأمي انها تقوم بالسلامه، اللي بيعني لي اكثر من الكلام الحنيه اللي فرجتنا اياها بفترتها. بس اعطينا هيك شي جمله هيك كثير كانت مؤثره عندي. بتذكر انه قالت لي، لانه بتحبها كانت لسلوى كثير، قالت لي الله يقومها بالسلامه وترجع لنا بخير، يعني قالتها اكثر من مره وحسيت فيها حنيه الام عم بتقولها، مش الفنانه الاكيد يعني هي ست فيروز قيمه كبيره، بس حسيت بصوتها في حنيه ام. قالت لك صوتك حلو؟ لا لا ما صار في كل القصص يعني. لا نحن ما في يعني ما صار في لقاء، وبفترتها كان الموضوع خاصه بالوضع الصحي لامي. صحيح. علامه على 10 لفقدانك للسيطره لما تعصبي؟ 8 على 10. تمام. هلا صاروا 8 من شي سنتين 10. 10 اكيد. طيب نصيحه للناسحين السوريين بلبنان؟ لك الله يساعدهم اول شيء، ما حدا اكيد بحب يتهجر من بلده، بس انا بقول اللي قادر صار يرجع على بلده وبيحس انه المنطقه اللي هو بينتمي لها راقت فيها الاوضاع، ليش ما بيحاول يقوم بهيدي الخطوه؟ انا مش عم اقول هون من ناحيه لا انسانيه، مش على الغربه. لا لا اكيد مش على الغربه اكيد، ونحن بنعرف نحن من اكثر الناس اللي عندنا ناس تغربت وتعذبت بالخارج. صحيح. فاللي قادر يرجع على بلده وفي امكانيه انه يكون في سلام مطرح ما هو بينتمي، ليش لا؟ يعني المحاوله بتحرز. رجل سياسي لبناني بتحبك بفكر؟ زياد بارود. واو. لانه ما عنده طمع بالكرسي، هي شغله مش ممكن انسيها كيف تنحى وقتها عن مصلحته الوطن. طبعا 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 واضح. جدا. ثلاث صفات بحبيبك تيكون فيه بالاول. اذا كان فيه اول شيء ما يكون معقد، لانه ما في حدا برايك مش معقد؟ لا بس عقدي عن عقدي عقدي بتفرق يعني قد ايه ويقتل العقد يعني يكون شوي متصالح مع حاله زياده على اللزوم. صحيح صحيح. ما يكون كريم معقد. اكيد كريم. يكون كريم ويكون كتير مهضوم، لانه كتير بحب اللي عنده روح النكته او سريع البديهه. اكيد يمكن. طبعا طبعا. بتحبي اكثر صوتك بالاجنبي او بالعربي؟ حسب الغنية. هلا مؤخرا صرت حب صوتي بالعربي، قبل ما كنت حبه ابدا، لانه انا بلشت وتاسست على الموسيقى الغربيه،
بس بعدين في بعض الأغاني اللي صرت استلز إنه غنيها بالعربي، فإذا بدك حسب شو هي الغنية وكمان حسب المود. مع إنه آخر فيديو لإلك ستوري كان غنيتي قمرة يا قمرة كان كتير حلو وتفاعل الناس معي كان رائع جدا. فعلاً فعلاً من رواقة السيدة فيروز. أنت بأسرة بشكل كتير كبير على السوشيال ميديا، بس بدي أقول إنه قالين لما تنزل كل العالم بتعرف بأي شيء أو أي فيديو. آخر مرة ضحكتي فيها من قلبك أي متى؟ من شوي بالكواليس مع زاك. ايوه الخبريه شو كانت وزاك شو قال لك؟ هو زاك كاركتير يعني صراحه مش ضروري يكون في خبريه، بيحكي مع حاله زاك بيحكي مع تليفونه وبيحكي مع الحاله اللي بيكون فيها، فاوقات بيكون في ناس وهميه حواليه يعني. بيكون في ناس وهميه او بيجاوب خيال معين وانا بطل موجوده يعني كاني انا مش موجود، كثير بضحك لوحدي يعني انا في مشهد قدامي. تحيه لزاك طبعا.